وفاة شخص وخسائر مادية وانقطاع خدمات أساسية بسبب الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على مناطق مختلفة من البلاد، حيث أكدت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية وفاة شخص وإصابة آخر جراء صاعقة رعدية بقرية تخينة بمقاطعة تنبتغة بولاية الحوض الشرقي. وكشفت اللجنة في نشرتها تسجيل أضرار مادية جراء السيول والعواصف في أماكن من ولايتي الحوض الشرقي وغرغل، وشملت الأضرار نفوق بعض المواشي وانقطاع الطريق المؤدي لقرية تخينة وتضرر مساكن ودكاك بقرية أم عشيش بالحوض الشرقي، إضافة إلى انهيار سد مونجل بولاية غرغل. كما هددت السيول الحاجز الرملي الحامي لمدينة بود بالولاية ذاتها، وتسربت المياه من النقاط المتآكلة من الحاجز. وكانت السيول جرفت قبل أسبوع جوانب من الطريق المعبد ما بين مركز المدينة وحيها القديم، كما غمرت مياه الأمطار محطة النقل العمومي بسبب عدم وجود فتحات تسمح بصرف المياه خارج المحطة. ووفق نشرة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الطوارئ، أدت عاصفة في منطقة الحوض الغربي إلى سقوط عدد من الأعرشة وبعض الأعمدة الكهربائية، كما سجلت خسائر مادية في المساكن والممتلكات في مدينة عد البقر والقرى التابعة لها جراء عاصفة تعرضت لها المنطقة، في حين أدت عاصفة قوية إلى سقوط عدد من المنازل والأعرشة فيما لم تسجل خسائر بشرية، في حين طلب المتضررون السلطات بالتدخل العاجل وتوفير أماكن تؤويهم جراء العاصفة إضافة لمساعدات غذائية.